قال عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نائب مدير إدارة تطوير المعدات باللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ ويلي إن عام 2017 سيكون معلما هاما بالنسبة لتطوير برنامج الفضاء المأهول الصيني، كما سيتم إنهاء الخطوة الثانية من استراتيجية 3 خطوات في مشروع الفضاء المأهول هذه السنة. وأضاف أن إطلاق مركبة شحن الفضائية تيانتسو 1 سيكون الشهر المقبل. تعتبر المركبة الفضائية تيانجو 1 جيلا جديدا من السفن الفضائية الحديثة التي صممت لعمليات الشحن، فيمكننا أن نقوم بعملية التمويل من خلال هذه المركبة، حيث يستطيع رواد الفضاء العيش والعمل في الفضاء لمدة طويلة. هذا وأكد جان على انتهاء جميع الأعمال التحضيرية والتجارب والبحوث قبل التشغيل للصاروخ لامارش 7 الذي سيحمل مركبة الشحن الفضائية تيانجو 1. الجدير بالذكر أن المختبر الفضائي تيانكون 2 يعمل في مداره بشكل طبيعي، وأن عمليات التحضير المعنية حول نظام القياس والتحكم والاتصالات ونظام محطة الفضاء تجري بشكل منتظم في مركز وونجان للإطلاق الفضائي.